جه دلوقتي ميعاد الرجيم بتاع حلقتنا النهارده، وهو نظام غذائي مناسب للمرضى اللي وزنهم من 100 ل 110 كيلو، وكمان يصلح للناس اللي هي بتعمل جيم مع الرجيم، وموجود معانا على الشاشه دلوقتي. عندنا اليوم الاول والثاني الفطار 8 معالق فول عليهم معلقه زيت زيتون زائد رغيف سن او 2 توست سلطه. الغداء 250 جرام بطاطس مسلوقه زائد 3 قطع صدور دجاج مشوي، ممكن نحط عليهم فلفل الوان زائد سلطه. اليوم الثالث والرابع الفطار 2 بيضه مسلوقه زائد رغيف سن زائد سلطه. الغداء نص فرخه او 2 قطعه لحمه يتعمل طبعا مسلوقين او مشويين زائد 6 معالق مكرونه او رز بني زائد سلطه. اليوم الخامس والسادس الفطار بتاعهم كوبايه لبن زائد 7 معالق شوفان زائد معلقه عسل زائد 5 قطع لوز او عين جمل ني، وكلمه الني دي مقصود بها غير مملح وغير محمص. عندنا الغداء طبق سبانخ مطبوخ ني في ني زائد قطعه لحمه زائد 5 معالق رز زائد سلطه. اليوم السابع الفطار الجبنه قريش عليها معلقه زيت زيتون معاها جرجير معاها فلفل رومي ومعاها علبه زبادي لايت واثنين توستر جيم. وعندنا الغداء 2 علبه تونه لايت زائد رغيف سن زائد سلطه. العشاء اليومي كوبايتين زبادي على كل كوبايه معلقتين شوفان. الملاحظات بتاعتنا لازم نشرب 10 كوبايات ميه كل يوم، لازم نلتزم بالمشي نص ساعه يوميا او الجيم 3 مرات في الاسبوع، ولازم نلتزم بترتيب الايام وانواع الاكل، والسناك بعد الفطار بساعتين بعد الغداء بساعتين ثمره فاكهه او علبه زبادي او لبن رايب او جزره. بعد التمرين مباشرة للناس اللي هتعمل جيم تاخد ثمرة فاكهة أو كوباية عصير فريش بدون إضافة أي سكر. كده الرجيم خلص وهيبقى موجود على الصفحة الرسمية لقناة الحياة بعد انتهاء البرنامج. الرجيم ده زي ما قلنا هو مناسب للمرضى اللي بيشتكوا من السمنة وبيعملوا جيم، عشان كده هنلاقي كمية البروتين ممكن تكون زيادة شوية وكمية الكربوهيدرات أو النشويات زيادة شوية، ولازم نخلي بالنا في فرق ما بين انا النهارده وزني 100 كيلو او 110 كيلو زي ما قلنا على الرجيم ده، وبخس عن طريق مشي او بخس عن طريق جيم. خلي بالي من ايه؟ ان التغذيه نفسها بتختلف. يعني مثلا لو رجعنا للرجيم اليوم السابع مثلا، عندك الغداء علبتين تونه، طب انا النهارده لو ما بعملش جيم او اليوم ده ما فيهوش تمرين شلت فيه اوزان او شلت فيه حديد عشان اقوي عضلاتي وعشان ابتدي اشد الترهل اللي موجود للجلد، انا مش محتاج العلبتين، انا هاخد علبه واحده بس. ده مثلا عشان كده بنقول لو انا بنقص وزني او بنقص وزني بجانب جيم لازم اروح لدكتور متخصص عشان يحط لي النظام الغذائي المناسب للمرحله اللي انا فيها. هو انا بخس بس ولا بخس وببني عضلات، ولا بخس وببني عضلات وعايز احافظ على وزني بعد ما خسيت؟ كمان للناس اللي بتعمل جيم لازم يخلي باله انه ما ينفعش يروح يتمرن على معده فاضيه، ما ينفعش يروح يشيل اوزان او يعمل تمرينات كارديو او فيتنس وهو مش فطران، يقول لك لا ما انا اخش على الدهون على طول واحرق. هو ده ممكن يكون صح انه يزود معدل الحرق ويستهلك من طبقات الدهون، ولكن ده هيحصل لك هبوط وانت بتتمرن وممكن تقع وتدوخ وتدخل في مشكله تانية في هبوط مستوى السكر في الدم. فلازم تبقى واخد، لو انت فطرت مثلا الساعه 8 او 9 الصبح والجيم بتاعك او التمرين الساعه 12، لازم تاخد بعد قبل التمرين مباشره لازم تاخد سناك او ثمره فاكهه، ويفضل طبعا تكون تفاحه وموزه عشان يدوك باور ان انت تتمرن، يدولك سكر بسيط ان انت تتمرن، وحتى وانت بتتمرن هتلاقي جسمك بياخد من طبقات الدهون.